ولدي، هل أكلت العجوة؟ نعم يا أمي، أشعر بنشاط وحيوية أكثر من الأيام التي قبلها. كنت فيها مرهقا، ولكن بعدما داومت على العجوة كل صباح صبحت فيها 7 تمرات من العجوة، أصبحت بتحسن كبير، وأنصحكم بها. أحسنت يا بني، هذا هو الصحيح. عليك أن تداوم على العجوة دائما وأن تصبح بها. أحسنت يا بني، بارك الله فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. عليه الصلاة والسلام. أحسنت يا ابني، بارك الله فيك.